الجلسة تأجلت إن شاء الله الثلاثة الجاي بإذن الله مرة بقى. الأستاذ المحامي الأول انسحب وجا في بلاصة واحد آخر، خاصو يدرس الملف ديال أشرف. ديال أشرف حضروا وشافهم الأستاذ عامر الرئيس. الحمد لله على كل حال، وقال لك الملف جاهز، هادشي اللي قال سبق القضية ديال الملف جاهز إن شاء الله. تنتسناو ثلاثة إن شاء الله تكون. ما نكذبش عليك، أنا بغيت لي الإعدام، أنا بغيت الإعدام، كنطلب الإعدام. الله يدير صواب الخير. ولدي ما كانش خايب، ولدي ما كانش خايب، ولدي كان زوين وظريف ومؤدب ومربي وكلشي الحمد لله. الإعدام غتشفى ليا الغالي، غتشفى ليا الغالي، هادشي اللي كنطلب الحمد لله. داكشي اللي كتبغي توصل. الجلسه الثالثه ديال الملف ما يعرف لدى الراي العام بقاتل بادر، فالتمس احد المحامون تجي النيابه على احد المتهمين اللي هو المتهم الرئيسي، من طلب مهله لاعاده الدفاع، فالقانون كيسمح لي انه يطلب مهله لاعاده الدفاع ما دام انه اول مره غيطالع الملف ما كانش امام سير قضيه التحقيق وما كانش حضر امام النيابه العامه، فالقانون كيسمح لي بذلك. حنا كدفاع في اطار احترام وعرفوا تقاليد المهنه ما عرضناش داك الطلب ديال الدفاع ديال المتهم، ولكن ولكن طلبنا ان الاجل يكون قريب لارضاء خاطر ديال الضحايا ديال عائله بادر، لان ما يمكنش نلقاو اجله في ملف لمرات عديده، فحنا ما عرضنا التاجيل، ولكن في المقابل طلبنا ان الاجل يكون قريب. وبالفعل السيد الرئيس تفهم الامر واستجب الامر، وأخر الملف لأسبوع مع اعتباري جاهز تحت أي ظرف كان وتحت أي سبب. جلسة 20 فبراير 2024 على الساعة الرابعة، وديك الساعة غنبداو المناقشة كما قلنا، طلبات أولية، الدفوع الشكلية، وندلو حنا بالدلو ديالنا في خصوص أسئلة المتهمين ومناقشة الأفعال الجرمية. فيما يتعلق بمتابعة المتهمين، فالمتهمين عندهم متابعات مختلفة، فالمتهم الرئيسي عنده جناية القتل عمد مع سبق إصرار، مع مسبوقة بجناية السرقة الموصوفة وملحوقة بجناية محاولة قتل عمد. العقوبة كتوصل طبقا للقانون الجنائي من الفصول 114 392 393 و 509، عقوبة كتوصل حتى المؤبد، ولا كان سبق إصرار ولا كان جناية لاحقة أو جناية ملحوقة، جناية سابقة أو جناية لاحقة، فالعقوبة كتوصل حتى الإعدام. بالنسبة للمتهم الثاني فالعقوبة اللي جات في القانون الجنائي المتابعة هي تقديم عن علم مساعدة لشخص ارتكب جناية وهو يعلم بوقوعها، عدم تبليغ عن جناية وهو يعلم بوقوعها، تبقى الفصول 295 296 و299 من مجموعة القانون الجنائي، العقوبة كتوصل حتى 15 عام. بالنسبة للمتهم الثالث والرابع والخامس فعندهم نفس المتابعة، هي المساهمة في قتل العمد مع جناية السرقة الموصوفة سابقات جناية قتل العمد، العقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي في الفصول 392 393 و509 و129 من القانون الجنائي، فالعقوبة كتوصل نفس عقوبة الفاعل الأصلي اللي هي المؤبد. بغض النظر على هذا الملف، فهاد الافعال اللي كنقولوا افعال كتكون لواحد الجرائم بغض النظر عن الملف، وما نهضروش على هذا الملف، في اطار احترام واحد الحاجه عندنا حنا المغاربه هي احترام الامن والاستقرار اللي كيعيشوا البلاد، فاي جريمه وحشيه فاليوم كيطرح واحد السؤال والنقاش في الساحه القانونيه، واش ضروره الغاء الاعدام او الابقاء عليها، وسؤال اخر واش ضروري تنفيذ الاعدام او عدم تنفيذه. فكان مطروح سؤال مهم في الساحه القانونيه حول ضروره الغاء عقوبه الاعدام، فمثل هذه الافعال الجرميه والافعال اللي كتتم الوحشيه كتاكد لنا بالملموس ان عقوبه الاعدام خاصه تبقى في القانون الجنائي، لا سيما انها ما كتنفش، واخر تنفيذ لعمليه الاعدام كانت في 1994 ولا 93 على ما اتذكر، ولكن كنأكد ان عقوبه الاعدام واخا ما كتنفش ولكن كيكون عندها واحد اثر ايجابي بالنفسيه ديال الضحايا، وكترد لهم واحد جزء من الضرر اللي تعرضوا ليه.